ما جو والظاهر اني شايف واحد من الفريق نايم عندنا هنا حرصوا على المطمخ بس الظاهر انه نام زياده جابر متاخر الله يعافيك خويك وين يا شباب يا جليغم جليغم يا بحور يا عبد الله جليغم صحي 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 هذا من حرصوا على المطبخ نام في الصاله نام في الصاله هذا من حرصوا على المطبخ وسعي يا جابر بس الظاهر انها راحت عليه اليوم عبد الله المطبخ الله يعافيك ترى بدينا الله يعافيك بدينا ربع ساعه الله يعافيك بدينا في المطبخ الله يعافيك جليغم جعلني فداك تراك انت هوا على فكره تراك انت هوا بكل امكانياتك ووضعك اللي تصاحي فيه ما عرفتك يا صاحب البيجامه يا صاحب ما عرفتك والله يا جليغم يا هذا هو التعلق صراحه رينتي هذا هو لين وصل انك انت بالبيجامه يا سلام يعني اول مره اشوف متسابق صاحي امامي لان هذا من حرصك على المطبخ وهذا اهنيك يعني بس البيجامه ماخذه منك انا وانت يا سلطان ابو حور حياك الله تاخذ سلطان ليش؟ ما دخل والله لا اله الا الله الساعه 1 1 طيب بدينا احنا هوا ترى هوا هوا وراك كيف ما بديت؟ السلطان سلطان هلا نايم روح